واروح للدكتور محمد عبد الرازق وامان الشواطئ المصريه. دكتور، بعد بيان محافظ اسكندريه اللي صدر من شويه. والله يا فندم، يعني زي ما حضرتك تفضلت وقلت والدكتور علي برضو تفضل وقال، احنا يعني رجعنا للمختصين في معهد علوم البحار وافادوا ان السمكه اللي هي موجوده في تداول السوشيال ميديا النهارده دي موجوده زي ما سعادتك تفضلت وقلت كده على بعد لا يقل عن 2.5 كيلو او 3 كيلو من شواطئ الاسكندريه، وده طبيعي لان ده موسم التزاوج والتكاثر لهذه السمكه او هذا النوع من الاسماك. اصل الناس قعدت تقول طب ما هي السمكه الصغيره دي البيبي شارك دي ما ليها اب وام هيبقوا حواليها يعني. تمام يا فندم، ما هو مظبوط، ولكن بمكان البيئه بتاعتها وبتعيش فين؟ بتعيش على بعد 3 كيلو من شواطئ الاسكندريه. تمام. المياه لازم تكون عمق كبير جدا جدا، يعني نوع هذا النوع من الاسماك بيعيش في عمق كبير من الميه، وليه طبيعه خاصه في نوع المياه اللي بيعيشها. منطقه المكس ده اللي يعني يعرف مدينه الاسكندريه كويس، منطقه المكس دي منطقه تلاقي بين النيل وبين البحر، ففي مياه عذبه ومياه مالحه. المكان ده لا يمكن يعيش فيه ابدا اسماك قرش، تمام؟ ولكن هي الصيادين اما بيخشوا يصطادوا وبيرموا الشبك بتاعهم بيطلع هذا النوع من الاسماك الصغيره. تمام. اللي هي لسه مولوده، وخصوصا في موسم التزاوج بتاع هذا النوع من دكتور الأسماك. محمد، يعني احنا لو قلنا من بعد الماكس بقى وطلعنا شويه على الكيلو حاجه و20 لغايه اخر حدود محافظه اسكندريه مع الساحل الشمالي، حضراتكم وحضرتك تحديدا كرئيس الاداره المركزيه للسياحه والمصايف باسكندريه، ايه هي الاجراءات الاحترازيه اللي هتاخدوها يعني خلال الاسبوعين دول او خلال اليومين اللي احنا فيهم دول، لا قدر الله يعني درءا او لظهور اي قرش مثلا تحسبا مثلا او مسح مثلا للمنطقه بتاعت الشواطئ دي، هل ده وارد ولا صعب ان يتعمل؟ لا، هو اولا هو صعب زي ما قلت لحضرتك، لان شواطئ اسكندريه شواطئ امنه تماما من اي هجمات لاسماك القرش، ولكن يعني من اول ما الخبر نزل على السوشيال ميديا ومعالي الوزير اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندريه بيولي اهتمام كبير جدا ومتابع هذا الموضوع على مدار الساعه. فطبعا احنا حطينا نقاط مراقبه على جميع الشواطئ من اول الماكس حتى الساحل الشمالي او على حدود محافظه اسكندريه من ناحيه الساحل الشمالي، بحيث ان لو لا قدر الله ظهر اي حاجه يبقى في اختيار مباشر للتعامل مع هذا الموقف. ولكن انا اللي انا حابب اقوله ان انا بطمن جميع زوار اسكندريه وجميع المصطفين في محافظه اسكندريه ان هذا النوع من الاسماك لا يمكن ان هو يخرج للمياه الضحله، لانه زي ما قلت لحضرتك هو بيعيش في المياه العميقه، وده طبيعي جدا لانه بيظهر في شباك الصيادين لانه ده موسم تزاوج زي ما قلت لحضرتك. بشكر سيادتك، شكرا جزيلا دكتور محمد عبد الرازق رئيس الاداره المركزيه للسياحه والمصايف باسكندريه، شكرا جزيلا لحضرتك.